حاجه اللي غيستافد منها الانسان بصفه عامه. راه ما كنحاولوش يعني بعض الاشخاص صراحه كيحاولوا يتصنعوا باش يكذب، شنو وقع عليا في الطريق، شنو كذا، باش يستهدف العنوان، يعني يدير واحد العنوان يعني خاطئ باش يستهدف به الناس باش يجر لي في. ما عندناش غرض من داك الشيء هذا، انك المعلومات انك تبارطاجي مع الناس صراحه حقيقيه، كيفاش دوزتي النهار ديالك، شنو هي المعاناه ديالك، شنو هو الاخطاء اللي طحتي فيها باش يستافد واحد اخر. واتمنى الاخوان يعجبكم هذا الفيديو هذا. السلام عليكم.